حالة من التغيير الإيجابي ظهرت في موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي هذا العام على النجوم. فسواء على المستوى الكوميدي أو التراجيدي أو الفانتازيا، هنلاقي أن نجوم قرروا الخروج من عباءة أدوارهم وتقديم نفسهم بشكل جديد في هذا الموسم. خلينا نشوف التفاصيل في التقرير التالي. أنا عاصم سنجاري. إحنا التلاتة شمال وجايين نقضيها. عزب كسفير مصر في فرنسا. الحب المستحيل. يخوض أكثر من فنان سباق أفلام عيد الأضحى بأدوار يمكن وصفها بأنها تغيير للجلد وتخلي عن كاركترات لازمتهم لسنوات. لا هي تقصد حالي حقاً بتهزقنا ولا إيه؟ لا يا سيدي. فيجسدون شخصيات لم يعتد عليها الجمهور في محاولة منهم لاستعادة النجومية وتحقيق إيرادات كبيرة، حيث يشاهد الجمهور محمد سعد للمرة الأولى منذ فترة طويلة كبطل ثان في فيلم الكنز، مبتعداً عن البطولة المطلقة التي ظل يقدمها لمدة 15 عام. أنا حنكو عبد الرحمن السنجاري هواي. وفي فيلم الكنز يظهر بشكل ومظهر مختلف عما سبق. الدنيا ضيارت وبقى في كذا عدو وكذا وش. كما يطل بطل فيلم محمد رمضان بشكل وصورة مختلفة لم يعتدها عليه الجمهور، حيث يظهر في العصر القديم بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويجسد رمضان دور علي الزيبة الذي يقوم بالدفاع عن المظلومين ويقوم أيضا بدوره في البحث عن الكنز المفقود. ويحاول محمد رمضان من خلال هذا التجديد السينمائي تصدر شباك الإيرادات بعد أن احتل فيلمه جواب اعتقال الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي المرتبة الثالثة بإيرادات قدرها 15,300,000. كما يغير الفنان الكوميدي سامح حسين في فيلم بث مباشر جلده، حيث يطل وهو يحمل سلاحا من خلال تكسيده لدور ضابط شرطة يطارد الفساد. وعلى غير عادة سامح حسين يبتعد قليلا عن الكاركتر المعروف به لدى الجمهور، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي حول الفساد في المجتمع وكيفية مواجهته. هو سؤال واحد بس وهنمشي على طول. ايه هو؟ باب الخروج. ولم يحقق سامح حسين النجاح المنتظر في فيلم عسل أبيض الذي عرض في عيد الفطر عام 2016 فبلغت إيراداته 1,000,000 جنيه فقط. وسيظل الحكم للجمهور، هل استطاع هؤلاء النجوم حقا تغيير جلدهم أم لا؟